وبحال جميع المغاربه تبعنا ويدينا على قلوبنا سي نورمال. كنظن حتى الكرواتيين كانوا متخوفين، وهذه كانت كتبان من خلال اللقطات اللي كانت شاده في الجماهير الكرواتيه، خصوصا بعد تقدم دقائق المباراه. لا الحمد لله اللعابه ديالنا كانوا واقفين، كان تكتيكيا خدامين مزيان، يعني احترموا تعليمات اكيد ديال الكوتش ديال وليد الركراكي. الحمد لله اننا ما اقتسمنا النقاط، نقطه احسن من انك تبدا بطريقه بصفر نقطه صعيبه بزاف. فالحمد لله، واول لقاء رسمي ديال وليد الركراكي كان يعني كان واحد، اكيد انا كنتخيل الوضع النفسي اللي كان فيه، فاكيد امام وصيف بطل العالم راه ماشي سهله، مع احسن ميليو تيران يمكن في لوروب، اسماء كيتقدمها مودريتش، ماشي سهله. الحمد لله انه كانوا عندنا اسود، كانوا عندنا سبوعه، ودابا المشكل اننا طحنا في المقارنه بين ماتش المغرب وكرواتيا ضد اشقائنا السعوديين ضد الارجنتين اللي فرحانين بالفوز ديالهم، والحمد لله ربي اعلى لا اله الا الله اللي هي الشعار ديال السعوديه، واللي شعار ديالنا كنا كدول اسلاميه. فالحمد لله انه دارهم ليزارجونتان دارهم في كرشهم، الحمد لله انه بقياده رونار عطاو وجه اخر للمنتخب السعودي. وحنا كنعرفوا لي فيستياغ، يعني اونتر ميتون اش كيدير رونار، يعني لا غرينتا وهذاك لاغاج دو فانك، فعطاها للدراري. فالحمد لله انه الحمد لله اننا كنتاسفوا للمنتخب القطري اللي كيستاهل احسن، لانه تفرج في المنتخب قطر وانا من المعجبين به، لان تبارك الله ما شاء الله كيفاش كنت كنشوفو كيلعبوا، ولكن يمكن الضغط كان قوي عليهم بشكل كبير، خصوصا الحضور اللي كان يوم الافتتاح. فالله يكون في العون، نتمنوا انهم يداركوا في هذه المباراتين الجايين، ونتمنوا ان شاء الله تعالى. كنتاسف كذلك السنغال اللي فقدت ماني قبل بدايه المونديال، وكان ضربه قاسمه اليوم، فنتمنوا انهم يفيقوا يعني ما فيه مصلحه الافارقه، ونتمنوا ان المغرب ان شاء الله تعالى يكون الحصار الابيض ديال الى جانب السعوديه، يكون الحصار الابيض لهذا الدوره هذه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.